جئنا اليوم من أجل قضية مهمة، وهذا يعني أن نسبة النساء في المجتمع من الأساس مرتفعة وعالية. لذلك نريد أن نعطي التمييز لهذه الفئة المرتفعة، لهذه الفئة الأكبر والأكثر وجودا في المجتمع. في توفير الدعم الأكبر لهذه الأسر المنتجة، نرى أننا سنحصل على منتجات وصناعات من داخل الأسر، يعني من داخل، يعني من المحلية، من الموجود. لأن فعالية الدولة من ناحية سن القوانين وفرض العقوبات في إنهاء العنف ضد المرأة أكبر فعالية من الأسرة والمؤسسات الأخرى وغيرها. نحن لا نريد من كل الأسر المنتجة بأنها تقوم مثل مصنع نسيم أو تحدث مشاريع ضخمة، ولكن ما أتينا به من فوائد على أنها تقلل البطالة وما إلى ذلك كلها تعتبر نجاح لهذه الأسرة. ليس من الضرورة بأن تكون مصانع عظمى. ما الفائدة من القانون في ظل جهل وعدم وعي ومجتمع يخاف أن يتلصق به وصمة عار؟ قوية طموحة مبدعة تجاهلت كل ما قد يحبطها في المحيط، أبت إلا أن تحمل الاثنين معا، بيتها وعملها. فكيف ممكن تقولوا أن في تفاهم فكري ما بين الزواج القاصرات في مثل هذا الموضوع؟ يعني قصدي أقرب مثال، يعني لما تشوف أنت فكرك بفكر بوك حتى تلقاه مختلف، لأن الأجيال مختلفة. لجسد مرتعش على سرير الموت، لصرخة شغف من امرأة شرقية تجرأ بالدعاء لرافع السماء، لجسد منفطر مما جد الرفض والعدم، أكوني امرأة حكمت علي بالنفي وباللام. ابن الليبية المتزوجة من أجنبي هوية ضائعة وحقوق تائهة، لا نعرف أين مسراها ولا أين هي. نبي عندي موهبة ونبي نجرب النحت ونبي نجرب في جسم الإنسان، إذا كان هذا حرام اللي يقروا في الطب، مش عندكم هياكل وعندكم أعضاء بشرية ويدين وكرعين وجبوكم حتى في جوتة أنتم؟